وانطلاق حملة الألف كيلو متر للكشف عن سرطان عنق الرحم في بني سويف، واللي بتستهدف التوعية وتدريب الرائدات والطاقم الطبي، أيضا بجانب الناحية الطبية اللي بتستهدف الحملة يمكن كمان فيها التمكين الاقتصادي لدعم السيدات المنتجات وصغار المشاريع. يا شاذلي، بكل تأكيد دي حاجة غاية في الأهمية، محتاجين نعرف تفاصيل أكتر، لكن خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. انطلقت حملة الألف كيلو متر بمحافظة بني سويف التي تستهدف ثلاث فعاليات تتعلق بالتوعية، ويتم توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات على تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف التوعية بشكل سليم للسيدات في مختلف محافظات الصعيد. أيضا تستهدف تدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات الصحة الإنجابية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم التي تم تجهيزها، حيث سيتم تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية. تشتمل الحملة على تدريب 60 طبيباً على منظار عنق الرحم بالمحافظة و400 رائدة اجتماعية من رائدات وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى 200 رائدة صحية، بهدف توعية السيدات بأخطار وأعراض سرطان عنق الرحم وكيفية الوقاية منه، بجانب افتتاح عيادتين مجهزتين بمنظار سرطان عنق الرحم للكشف بالمجان. ولم تتوقف الحملة عند الجانب الطبي فقط، بل تشمل أيضاً تنفيذ عملية التمكين الاقتصادي بهدف دعم السيدات المنتجات وصغار المشاريع للترويج للمنتجات الخاصة بهن.